اليوم مظاهراتنا مستمرة إلى قطع الأعناق حتى تحقيق المطالب. اليوم شفنا بالتلفزيون عدد البرلمانيين 329 الحضور 173 رادوا يناقشون حالة البصرة. صار حكي من بعض البرلمانيين هو تصويت على النظام الداخلي وتقريبا أغلقوا قضية البصرة، فرجع البصرة الماي المالح وانقطع عنا الماي المالح. فاحنا بالنسبة للحكومة ما نترجى منها أي شيء، نريد من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني تشاركنا بمعاناتنا وحل مشكلة قضية البصرة. مستمرين احنا بالتظاهرات بسبب الاستخفاف بمطالب اهل البصره، بسبب الاستخفاف بمطالب اهل البصره المظلومين وشبابها. بالنسبه لنا طلعنا اليوم بسبب العطاله، بسبب الشباب كل احنا خريجين اليوم عاطلين عن العمل، والله وبالله هاي الشباب الا انها الغام بشريه تسير بشوارع البصره، ستنفجر بوجه الحكومه وانفجرت بوجه الحكومه، انها معرضه لعصابات المخدرات وعصابات السرقه وعصابات الخطف والارهاب. لماذا يا حكومه الفساد؟ لماذا يا حكومه الظلم؟ اليوم ماي مالح، كهرباء ماكو، عطاله، كل 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 شيء ما موجود. البصره تموت عطشا، انقذوا البصره، انقذوا البصره.
الترهاب والترهيب. نعم، السلام عليكم. بالنسبة أن كمتظاهرين ومحتجين على العملية السياسية التي تقوم بها الحكومة العراقية الغير شرعية، حقيقة جاي تصدر مذكرات اعتقال بحق الناشطين السلميين المتظاهرين، هذا دليل على أنه إرهاب وترهيب من قبل هذه الحكومة لكي لا يخرجوا العالم وليطالبون بحقوقهم، وعلى الشعب العراقي ألا ينظر لهذه المذكرات لأنها حقيقة للترهيب وجدوها لكي لا يخرجوا ويطالبون بحقوقهم. نحن كمتظاهرين سلميين بالحقيقة منذ خروجنا قبل حوالي 10 سنين طالبنا بحقوقنا ولم يستجيب هذه الحكومة للمطالب المشروعة حقيقة. لذلك قاموا حاليا بإصدار مذكرات القبض، هذه إرهاب بالحقيقة لا يعنينا هذا، لأنه احنا المتظاهرين سلميين سواء أصدروا مذكرات القبض أو لم يصدروا، احنا لا نخرب بهذا البلد، خرجنا لتعمير هذا البلد، ليس الحكومة من تعمر البلد، نحن أبناء هذا البلد، علما بأن الحكومة التي شكلت حاليا حكومة مزورة وحكومة غير شرعية لأنها لم تأتي من قبل الشعب، كانت انتخابات 20% أو 15%، لذلك تعتبر الحكومة التي شكلت حاليا غير شرعية وغير يعني دستورية، لكن أخذتها بالقوة ومن خلال تحزبهم ومن خلال تآمرهم على الشعب العراقي. أين كان هو عادل عبد المهدي؟ أليس من قام بسرقة أحد البنوك؟ اليوم يصبح رئيس وزراء، والله جريمة بحق العراقيين. بالنسبة لعشرين شهيد عندنا تقريبا، عندنا بال300 جريح، شنو ذلهم هذول؟ يعني ناس طالبوا بحقوقهم البسيطة اللي من حقهم، هم ناس من حقهم يطالبون. هاي المليارات اللي قاعدة تروح وين ما حد يدري، هم يقعدون بينا. زين احنا عندنا برلمان، العدة برلمان بدولته يحتاج مظاهرة؟ ما يحتاج مظاهرة. هو البرلمان، إذا هو البرلمان منهم وبيهم، يعني الجريمة الكبرى اللي تطلع إلى ذبح العراقيين من الوريد إلى الوريد وسرقة أموالهم هو يطلع من البرلمان. يعني أحكي لك عن السفراء، وما أدراك ما السفراء، يتعاقدون على اليمن على المعامل على المصانع ويجيبونها ويستلمون المليارات من البنك المركزي، وهي كلها وهم بمهم بكذب بكذب. ناس لا عندهم ضماير، لا يفكرون باخرتهم لا بدنياهم، ناس مو اهل بلد، ناس ما يعني عنده ثلاث جناس، هذا بيحاض بخير. مو قاعد اقول لك يا اخي، بالنسبه لحمله الاعتقالات ماكو اي مذكره اعتقال، انا بالساحه هنا كل مذكره اعتقال ماكو، تجي لك ما ادري سيارات سود وشي ملثمه ويرجعون ينزلون يعتقلون، ولا يزال الاعتقالات مستمره، لا زال هسه الاعتقالات هم مستمره، ماكو مذكره اعتقال، كذب. يا تكظاه هو رافع العلم ببحثه وحكومه، منو تلزمه؟ القانون مختفي، القانون بالعراق على مستوى العراق كله مختفي، حكمه احزاب اتت بها التيارات الدوليه وهدفها الوحيد تدمير هذا الشعب وجعله خراب على خراب برمات. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه خاصه لقناتكم واي قناه شريفه تجي تحضر هنا للساحه عبد الكريم قاسم. طبعا احنا الحكومه رافضينها بتاتا واطلاقا، ما واحد يجيب له من تيار الحكمه يخلي محافظ، هاي نرفضها رفضا قاطعا، ومجلس المحافظه لازم القانون واحد واحد، لا وليد قطان ولا السليطي، السليطي عمامته لقته مسويه 7 طوابق،
ما يصير هالشكل. وذاك هو اللي يقطع العلبات هالثخنه، الله يقبل. شنو حراميه ذولا؟ ما رجع عمي، شنو لازقين لازقه بالسلطه؟ وعادل عادل 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 الزويه بعد ما حد ما عرفه. شنو يا بالحكومه خلي؟ مع الاسف عليكم كتله السائر وتخلونه، مع الاسف عليكم والله. اعتقالات مو بس على المؤتمر، حتى شامي عامي ظلوا يلقطون، شامي عامي روح شوف المعقل، روح فلان فلتان، ظلوا يلقطون بيهم واحد واحد. ما يصير هالشكل، ما يصير يعني متظاهر طلع احتقالات تستمروا عليهم، ما يصير هالشكل. طبعا الاعتقالات، حملة الاعتقالات اللي طالت المتظاهرين العزل هي باطلة وغير مشروعة دستوريا وقانونيا. المتظاهر يخرج هنا لغرض المطالبة بحقه، وأعتقد هذا دستوريا هو مباح له، لكن بدأ تلفيق تهم وتلفيق أمور يعني غير شرعية للمتظاهر لأجل زجهم في السجون وإصدار مذكرات إلقاء قبض بحقهم. طبعا المتظاهرين اللي يلقوا القبض عليهم هم اشخاص معروفين ومسميات ولهم يعني باع طويل في مجال التظاهر والحضور هنا والمطالبه من يعني لاجل الوطن، يطالبون بوطن لا غير، وحقوقهم اللي هي المشروعه. لكن بعض الاحزاب او هي الاحزاب بصوره عامه كليا مو بدون استثناءات هي مصلحتها البقاء حتى لو كان على حساب دماء الشعب، مثل ما شفنا اللي ضحوا بدماء الشهداء وبالأخير تحالفوا تحالفات باطلة لأجل مصالحهم. فيعني اعتقال المتظاهر وقمعه وتكميم الأفواه هذا شغله احنا كمتظاهرين نعرفها انه هي بحقنا ظلم، لكن نطالب من الشعب اللي ما ينزل للتظاهر ويشوف اسلوبهم ويانا لا يتهمنا زور وبهتان، لأن احنا هنا خارجين سلميين لأجل وطن. الرحمن الرحيم. نحن كناشطين مدنيين من محافظة البصرة المظلومة المنكوبة نستنكر بشدة هذه الاعتقالات العشوائية التي تطال الناشطين المدنيين في محافظة البصرة، وتطال كذلك الجماهير التي خرجت تتظاهر من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، إلا هي اعتقالات تعسفية ضد جماهير البصرة. ولكن المادة 38 من الدستور العراقي تعطي حرية التعبير والرأي للمواطن عن أي حالة فساد أو فشل سياسي أو انحراف في العمل السياسي، ولكن جهات الأمنية تطالع الناشطين الذين يتكلمون أو يطالبون بحقوقهم الدستورية. ومن ناحية الحكومة هذه التي سوف تتشكل، هذه حكومة فاشلة وغير مرغوبة من قبل الشعب العراقي، لأنها غير مؤهلة أن تكون حكومة تقود العراق، لأن الشعب العراقي 85% من الشعب العراقي لم يذهب ويصوت على هذه الحكومة، فهنا فقدت شرعيتها، لأن الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي هذه حكومة محاصصة وبيع المناصب، وبالتالي هذه حكومة فاشلة. Come on!
محمد. Thank you.
الاسلام.